والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبد، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا لمنظمة أوكسفام الدولية بعنوان إصلاح منظومتنا الغذائية، والذي أشار إلى أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبي على أسعار الغذاء العالمية. أشار تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ والتحديات الاقتصادية وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والصراعات الداخلية والخارجية المستمرة حول العالم وجائحة كورونا. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.5 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن أعمال تطوير الجارية بميناء العريش تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية. وخلال لقائه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، أوضح جمال الدين أن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء وبتكلفة تقدر ب4 مليارات جنيه. ومن جانبه قال محافظ شمال سيناء أن ميناء العريش تم إعادة تشغيله في يناير 2021 وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهي في مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عام. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة. ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 688 مليارا و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9700 نقطتين، ليصعد بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 9827 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2241 نقطة، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.40%، ليغلق عند مستوى 2250 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3172 نقطة، ليصعد بنسبة 51%، ويغلق عند مستوى 3188 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.47 جنيه للشراء و19 جنيه و60 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 18.94 جنيه للشراء و19 جنيه و5 قروش للبيع. بالنسبة لسعر الاسترليني وصل سعره إلى 21 جنيه و16 قرشا للشراء و21 جنيه و28 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصلت سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.31 جنيه للشراء و5 جنيهات و34 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.18 جنيه للشراء و5 جنيهات و21 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب مع تركب سوق المعادن النفيسة إصدار مجموعة من التقارير والبيانات الاقتصادية. يسجل المعدن الأصفر نحو 1646.97 دولار للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 969 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فسجل نحو 1130 جنيه، وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار 24 فوصل سعره إلى 1291 جنيه،
أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9040 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية مع صدور بيانات قاتمة من ألمانيا بشأن التضخم، زادت مخاوف الارتفاع الحاد في الأسعار. هبط مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.7%، تراجع مؤشر داكس الألماني 1.7%. تراجع أغلب القطاعات المدرجة على المؤشر، وهبطت أسهم شركات التجزئة 4.4%. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.